نسمع كلنا وفي العصام هيقول ايه وهو مشروعه ايه وافكاره ايه والشباب اللي حواليه والمجموعه دي كلها عندها ايه. ده اهم لمصر ولشبر الخيمه من ان احنا نقول له انت رئيس او هو باذن الله هيكون الناجح واحنا متفائلين خير. بس احنا محتاجين تسمعونا لان انتوا هتبقوا شركاء معانا في كل لحظة وكل حاجة بنعملها في الفترة الجاية. الوحيد اللي كان كل يوم يتصل بيه الصبح استاذ عصام يقول لي احنا هنعمل ايه النهاردة، رايحين فين، هنتحرك ازاي. هو من نفسه ان شاء الله. انا بطالب اهلي وبطالب حبايبي وبستأذنهم بس ان احنا ممكن نعمل مسيرة صغيرة في حب اهل دايرتنا وعشان نثبت للناس كلها ان في حاجه اسمها حب، مش كل حاجه من الفلوس. عايزين نثبت للناس ان احنا بنقول ان احنا كلنا مع بعض هنقدر نعمل كل حاجه. عمر الموضوع ما كان حاله فرديه، وعمر الفلوس ما كانت بتعمل الرجال ولا النساء. (تصفيق)